السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل كتاب المعاصر للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني إن شاء الله، صفحة 39. السؤال الأول: There are amazing نقاط of dinosaurs in the science museum. يوجد إيه رائع للديناصورات في متحف العلوم؟ ويوجد fossils اللي هي حفريات. الإجابة نمبر بي. بعد كده السؤال الثاني، كده fish are نقاط in special boxes to keep them fresh. السمك بيتم عمل ايه في صناديق خاصة عشان تحفظهم؟ يبقى preserved، يتم حفظهم. الإجابة نمبر سي. السؤال الثالث: the carpenter measures the نقاط and width of the door. يبقى length، يبقى اللي هو النجار بيقيس الطول وعرض الباب، يبقى length. الإجابة نمبر بي. السؤال الرابع: the نقاط is the biggest sea animal in the world. هو يبقى الويل اللي هو الحوت، هو أكبر حيوان بحري في العالم. الإجابة نمبر دي. بعد كده السؤال الخامس: in 2005، في سنة 2005، the fossils at وادي الحيتان were studied by a team of international، هتبقى scientists. يبقى في سنة 2005 في حفرية لوادي الحيتان تم دراستها بمجموعة من العلماء الدوليين، يبقى الإجابة نمبر إيه. السؤال السادس: This car should not be نقاط here. هذه العربية ينبغي عليها إنها ما كانتش ركنت هنا، يبقى parked. الإجابة نمبر B. السؤال السابع: زي نقاط A report about animals and plants that are in danger. يبقى هما نشروا تقرير عن النباتات والحيوانات اللي في خطر، يبقى published. الإجابة نمبر B. بعد كده السؤال الثامن: In the past، في الماضي، people used horses to نقاط the carriage. يبقى to pull، في الماضي الناس استخدمت الحصان عشان تجر العربات. السؤال التاسع: Can you tell me the main نقاط of كشري؟ يبقى ingredients، ممكن تقول لي المكونات الرئيسية للكشري. الإجابة نمبر دي. بعد كده السؤال العاشر: Rome is the نقاط of Italy. يبقى capital، روما هي عاصمة إيطاليا. الإجابة نمبر بي. بعد كده السؤال 11: Can you نقاط me some advice about how we should treat animals؟ يبقى give me advice، لو تعطيني نصيحة. الإجابة نمبر سي. السؤال 12: This car belongs، belongs بيجي بعدها حرف الجر to، يبقى to my dad، هذه العربية تخص أبي. السؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال 13: The thieves نقاط people's life، يبقى in danger، يبقى نقول يعرض الحرامية حياة الناس للخطر، يبقى الإجابة نمبر سي. السؤال 14: النقاط is something that people travel in that is pulled by a horse. يبقى الكارج، يبقى العربة الناس بتستخدمها وتجر بيه الحصانة. الإجابة نمبر بي. بعد كده صفحة كام يا ربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. 41: النقاط is a building where houses sleep، horses sleep، آسف. يبقى stables، stable اللي هو الستابل ده مكان للحصانات إنها تنام فيه. السؤال 16: When all the trees in an area are cut down we call this، لما الشجر في منطقة بتم قطعها دي بنسميها ايه؟ بنسميها deforestation. الإجابة نمبر اي. السؤال 17: نقاط is a group of animals or plants of the same kind. هي مجموعة من الحيوانات أو النباتات من نفس الفصيلة أو من نفس النوع، يبقى species اللي هي فصائل. الإجابة نمبر بي. بعد كده السؤال 18: The نقاط of the restaurant is Mr. Ali. He bought it last week. يبقى owner، يبقى مالك المطعم هو الأستاذ علي، هو اشتراه الأسبوع الماضي. يبقى الإجابة نمبر دي. بعد كده السؤال 19: If you نقاط someone well you are nice to them. يبقى أنت لما بتعامل الناس بشكل كويس يبقى أنت كده رائع أو لطيف، يبقى دي treat. الإجابة نمبر بي. السؤال 20: If something is نقاط it's important for some particular reason. يبقى ديت special اللي بمعنى خاص أو مميز. الإجابة نمبر سي. 42: نجيب محفوظ is a famous writer. The antonym of famous، عكس كلمة famous اللي هي بمعنى مشهور، هي كلمة unknown اللي هي غير معروف. الإجابة نمبر سي. السؤال الثاني: We use the prefix، prefix اللي هي بداية الكلمة، to get the opposite of kind. يبقى أنا عكس كلمة kind اللي هو طيب، يبقى unkind يبقى UN. الإجابة نمبر دي. بعد كده السؤال الثالث: To get the adjective from the noun luck،
وي يوز ذا suffix. suffix يعني نهاية الكلمة. عشان أعمل صفة من كلمة lucky بحط لها ال y، يبقى luckily اللي هي محظوظ، يدور عليها يبقى الإجابة نمبر سي lucky، آسف الإجابة نمبر سي. السؤال الرابع: ذا فيلم واز تريبل، الفيلم كان فظيع أو كريم. ذا أنتينوم أوف ذا وورد تريبل، أنتينوم يبقى عكس كلمة تريبل يبقى أميزنج رائع، الإجابة نمبر بي. السؤال الخامس: ذا ساينتستس فاوند أوت ميني فاكتس أباوت ويلز، ذا أنتينوم أوف فاوند أوت إز، مش واضحة عندي أنتينوم ولا سينونوم بصراحة، هحاول أوضحها كده ثانية وأرجع لكم. هي سينونيم مرادف الكلمة أو الكلمة اللي بتساويها، يبقى الكلمة اللي بتساوي فاوند أوت، فاوند أوت معناها مكتشف أو تم اكتشافه، يبقى ديسكفرد الإجابة نمبر سي. بعد كده السؤال السادس: yesterday it was quite hot، the synonym of quite hot is، synonym مرادف كلمة quite hot هي كلمة ايه؟ warm، دافئ، اللي هو لحد ما ساخن، يبقى دافئ نفس الفكرة. بعد كده صفحة 44، السؤال الأول: a report about animals and plants that are in the in danger was published. published هنا كده مبني المجهول، يبقى هجيبها في التصريف الثالث تبقى published، هحط لها اي دي بس يبقى published. مش كده مفيش مكان كويس، هكتبها هنا نمبر 1 هنا فوق يبقى published. السؤال الثاني: better news، news بتعمل معاملة المفرد، فبدل وير هتبقى was. السؤال الثالث: these pictures were painting، هتبقى painted عشان جاي بعد وير يعني مبني للمجهول، يبقى جبت التصريف الثالث من paint يبقى painted. اشيل اي ان جي واحط اي دي. السؤال الرابع: the first Parthenon in Rome، تمام، built in around، تمام، هنا عندي ده مبني للمجهول برضو، يبقى 27 بي سي اي اللي هو قبل الميلاد يعني، في 27 قبل الميلاد، تمام، يبقى هنا ده مفرد وهنا built، يبقى محتاج بس was، يبقى was built عشان دي مبني للمجهول. مبني للمجهول يبقى المعبد ده او المتحف اللي هو موجود في روما ما بناش نفسه، لا هو بني من حوالي 27 قبل الميلاد. السؤال اللي بعد كده، السؤال الخامس، يبقى دي هتبقى was built، تمام. السؤال الخامس: we don't know how the stones for the pyramids carried to Giza، احنا مش عارفين ازاي الاحجار تم نقلها نقلت الى الجيزة، يبقى محدش نقلها، مش موجود الفاعل، يبقى هنا دي مبني للمجهول، وبيراميدز جمع اخرها اس يبقى where carried، نكتب where عشان مفيش مساحه، معلش هنكتب carried هنا. بعديها السؤال السادس: long ago، منذ فترة كبيرة، camels هنا جمع coal ships، كان يتم اطلاق عليها اللي هي سفينة الصحراء، يطلق عليها سفينة الصحراء يبقى were cold، نكتب were و cold، cold نكتبها ونحط في الآخر ايدي. السؤال السابع: we don't know when Petra did named هنا تصريف ثالث، يبقى كده محتاجة قبلها يا was يا were، Petra مفرد، تمام، يبقى was. بعد كده السؤال الثامن: because of last week's foods in India a lot of houses destroyed، يبقى houses جمع يبقى were destroyed، يبقى نكتب were وdestroyed برضو نكتبها بس عشان مش فيش مساحة فأنا مش هكتبها. بعد كده السؤال التاسع: in the last 100 years، في آخر 100 سنة، we lose more than 800 species، احنا خسرنا أو فقدنا 800 فصيلة، يبقى لوز هجيبها في التصريف الثالث تبقى لوست، وي هتاخد وير يبقى وي وير لوست، لا احنا لوست على طول، وي وورد مور، لا دي جمله عاديه مش مبني للمجهول، او نحن فقدنا اكثر من 800 فصيل، تمام، جمله كامله، يبقى هنجيب بس في الماضي البسيط يبقى وي لوست. السؤال العاشر: ذا كايرو تاور، برج القاهره، از ديزايند باي، طالما في باي هنا بنسبه كبيره يبقى مبني للمجهول، تمام، يبقى انا كده هخلي الاز تبقى واز عشان كايرو تاور مفرد وفي الماضي، يبقى بنتكلم على الماضي يبقى استخدم واز. سؤال 11: ان ذا باست، في الماضي، فيش كوت افري داي، يتم اصطياد السمك كل يوم، دي بتكلم على العادات في الماضي، هو ماضي بسيط بس في المبني للمجهول، مين اللي بيصطاد السمك؟ مش موجود، يبقى كده ديت مفعول، يبقى كده مبني للمجهول، فيش طبعا بتعمل يا اما مفرد يا اما جمع، فاحنا بنتكلم السمك يتم اصطياد السمك، يبقى كده جمع يبقى وير كوت، يلا حسب المعنى، تمام، ولو متهيألي برضه لو كتبنا ان شاء الله واز يبقى برضه صح، واز كوت يتم اصطياد بس سمكه واحده، لا طبعا يبقى بشكل عام يبقى احسن وير كوت، لان بتكلم على السمك كجمع.
السؤال 12 what unusual material was using was بيجي بعديها تصريف ثالث يبقى used. السؤال 18 how did fish preserved in the past. هنا preserved تصريف ثالث فانا محتاج يا was يا where عشان بتكلم في الماضي. هنا fish طبعا هنتعامل مع الجمع لانها سمك يبقى where. السؤال 14 a tree was planted with the farmer. هنا أتري الشجرة تم زراعها بواسطة الفلاح يبقى بدل ويز هتبقى باي مبني للمجهول. بعد كده السؤال